حفلة، أستاذ متفرغ في قسم القلب كلية طب جامعة الإسكندرية ورئيس قسم القلب الأسبق. الموضوع ده موضوع حيوي، وللأسف الشديد كل شوية نسمع في الجرايد وفي المجتمع وفي الفيسبوك إن واحد طب ساكت وبيصحوه مصحيش، أو كان بيلعب كورة وقع مات، أو كان بيعوم مات. فتوقف القلب المفاجئ ده بدون أي مقدمات، أو حتى يكون في مقدمات بسيطة ومش متوقع إن يجي. تعريف توقف القلب المفاجئ أو sudden cardiac death 3 كلمات. أول حاجة إنه في خلال مدة بسيطة من الشكوى، واحد قال أي 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 يا صدري وقلبه وقف في خلال ساعة من الشكوى، أو 24 ساعة لو ما كانش في شهود على المريض. الحاجة التانية من سبب في القلب، يعني مش ضربة رصاصة أو عمارة وقعت عليه، ما اسموش كده sudden cardiac death. ف sudden cardiac death حاجة من القلب. تالت حاجة اللي الناس مش واخدين بالهم منها، وحتى دكاترة متصورين إن القلب كان سليم خالص قبل كده، لا، القلب كان فيه كورونري ديزيز وفي ضيق في الشرايين وفي ضيق في صمام الأورطة وعنده أمراض، ولكن بيروح شغله كل يوم. افترض أنا دلوقتي بشتغل وفيا شيء في القلب، فاللي بيجي له sudden cardiac death مش معناها ان قلبه كان سليم 100%، لا، هو عنده القلب. ولما بنراجع الملفات بعد كده نلاقي فيه كذا 4 حاجات، والاهل يقولوا ده كان سليم. مين قال كان سليم؟ هو بس عمل فحوص ومحدش قال لكم ان في عنده ضيق في صمام الاورطه وضيق في الشرايين وتضخم في عضله القلب وهبوط في القلب. فنرجع بقى، اول حاجه احنا قلنا التعريف مره تانية، تعريف توقف القلب المفاجئ 3 كلمات: ان يكون من سبب في القلب، مرض في القلب، وأن يكون مفاجئ في خلال ساعة أو 24 ساعة، وأن يكون من حاجة موجودة في القلب قبل كده، أو حتى لو كان القلب سليم. ياما شفنا اللي نزل يعوم غرق، قلبه وقف، أو هو نايم في السرير غرق، أو انفعال بسيط غرق، قلبه وقف. الانفعال البسيط ده هو بيهيج بؤرة كهربية مرض معين، يخلي يحصل رفة بطينية، غير كلمة رفة أذينية، رفة بطينية هي دي اللي توقف القلب، الرفة الأذينية مش هتوقف القلب. الأمراض كتير جدا في كهربية القلب. الحاجة المهمة جدا، تضخم عضلة القلب يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ. التضخم ده أول سبب ليه ارتفاع ضغط الدم. للأسف الشديد العيان يقول ما عنديش ضغط، أو عندي ضغط باخد علاجه. وبتاخد إيه يا عم؟ بياخد حباية الصبح. طب ما يمكن علاجك جرعة 4 أمثال الجرعة اللي انت بتاخدها، واعمل ايكو اللي هي موجات صوتية اشعة تلفزيونية ايكو دوبلر على القلب، الاقي فيه تضخم، اقول له انت كان عندك ضغط مهمل. فالضغط المهمل ده بيؤدي للتضخم، يقعد يحلف لا 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 انا باخد العلاج. طب ما انت قسته كل يوم، لا انت واجي اسهوله الاقيه 170 على 100، ده كويس، انا الاقي ارقام اسوأ من كده وهو بياخد علاج. فكل دي أسباب توقف القلب المفاجئ. الفحوص اللي ممكن أعملها الواحد لو جاله ألم في الصدر، أو جاله دقات غير منتظمة، أو جاله إغماء، نعمل رسم قلب عادي، ده أبسط حاجة. نعمل رسم قلب بالمجهود، رسم قلب بالمجهود ده شيء مقدس مهم مفيد جدا. نعمل موجات صوتية إيكو دوبلر للقلب، أشعة تلفزيونية متوفرة في كل حتة، يعني كل دي إجراءات بسيطة خالص. لو شكيت ان في ضيق في الشرايين التاجيه يستحق ان انا اعمل اشعه مقطعيه، مالتي سلايس سي تي، اشعه مقطعيه 128 مقطع، ثمنها 2700 2800 جنيه. لو وصل الامر الى اني شايف ان في ضيق شديد اكيد في الشرايين، بنعمل قسطره تشخيصيه. لو لقيت في ضيق في الشرايين اكتر من 70 80 90%، بنعمل توسيع بالبالون ودعامه. ايه تاني اجراءات نعملها؟ فحوص، بنعمل نسبة كوليسترول، وبنعمل تحليل غدة درقية، ووظائف كلية. طب لقينا عند العيان ضغط، علاجه سهل ومحدش يقول ده غالي، لا، في ادوية بدائل رخيصة. ما لقيت عنده غدة درقية علاجها سهل، تغيير نمط الحياة اللي هي عنده سمنة، راجل جاي وزنه 110 ومش دريان ان 110 دي تعتبر شيء مؤسف جدا. فالوزن الطبيعي الطول ناقص 100، يعني لو هو 174 سنتي يبقى 74 كيلو، انما 104 دي يبقى عنده كام؟ 30 كيلو زيادة.
فلازم السكر لازم يتظبط والضغط يتظبط. الست لو عندها انيميا تظبطها. العصبيه والنرفزه، في ناس تتخانق من اقل شيء، فلازم نعلم الانسان انه يبقى متسامح. متسامح دي يعني مش كل ما ندس على رجلك تمسك في خناقه. انا اشوف اتنين بيتخانقوا مع بعض، مجرد كان هيخبط له العربيه، كان هيخبطها مش خبطها، فتقوم خناقه للصبح. فالتسامح ده جزء من نمط الحياه، ان اتجنب الانفعال. القناعه، انا جالي قرش وزميلي جاله مليون، انا راضي بنصيبي، فالقناعه دي تخليني عايش ان بيس. تقليل الاكل، يا رب يخلي فيه نعمه وخير ويبقى الاكل كتير، بس مش معناها ان انا اكل. المعده بتفرز هرمون اسمه غريلين، احنا مسمينه النصاب، ده بيفتح الشهيه على الفاضي، يبقى العيان هيموت من الجوع وجسمه مش ناقصه اكل ومصر ياكل. هو لو عمل تحليل سكر هيلاقي السكر طبيعي. ولو فرضا مريضه السكر قالت ده انا بعمل تحليل ولاقي السكر كان واطي، يعني احساسي بالجوع كان عن حق وعندها نقص سكر، ربع رغيف يصلح هبوط السكر، انما هي مجرد ما تحس ان في جوع ونقص سكر تروح واكله اكله فيها 2000 سعره حراري. يبقى هل حصل ان واحد عمل رسم قلب واتقال له الرسم سليم وبعد كده قلبه وقف؟ ايوه، الرسم ده يبين الحقيقه في 50% بس. لازم ايكو، موجات صوتيه ايكو دوبلر، ولازم رسم قلب بالمجهود. في حاجه مهمه بنركبها، الواحده جالها اغماء، بنركب جهاز يسجل نبض القلب 48 ساعه او 72 ساعه، اسمه هولتر مونيتور، جهاز صغير زي قد الموبايل وتروح بيه، وعمري ما قلت العين اديني البطاقه ولا اديني فلوس زياده. ويجي ويصلي ان في ال 48 ساعه دي الدقات الغير منتظمه او الاغماء اللي بيجي له يحصل في ال 48 ساعه دي، عشان في اللحظه دي اشوف القلب فعلا توقف او الدقات زادت قوي او وقفت قوي، واقدر اعرف التشخيص والعلاج. فجهاز الهولتر ده جهاز حساس ومهم ومفيد وبنركبه كتير، وياما بين الحقيقه. طب هل في علاج وقائي اخده لو انا شكيت ان المريض ده عنده استعداد ان قلبه يقف؟ في اولا في ادويه لتنظيم ضربات القلب. لو المرض في ضيق في الشرايين هعمل توسيع للشرايين بالبالون. لو المرض تضخم في عضله القلب اظبط الضغط بصوره احسن، وفي ادويه تضيع التضخم. لو هو عنده عيب خلقي مولود بالكهربيه زياده زي امراض اللي فيها بتنشئ لونج كيو تي وبروجادا، الاسماء صعب ان انا اقول اسمها ايه بالعربي، فدي امراض تبان في رسم القلب، بندي ادويه لتنظيم ضربات القلب تمنع ان يجي له الرفه بطينيه، اضعف الايمان. لو فعلا ان حصل ان قلبه وقف مره وقدرنا في لحظه نلحقه في المستشفى ونعمل صدمه كهربيه ونرجع القلب، تنشيط القلب ونرجع القلب يشتغل تاني، في الحاله دي بنركب جهاز صدمات كهربيه، جهاز صغير قد البيس ميكر، بيركب كل ما القلب يقف يشغله، كل ما يجي له رفه بطينيه يدي له صدمه كهربيه، اسمه اي سي دي. ففي امكانيات كتيره. ياما حصل ان واحد كان عنده مرض من اللي بيؤدي الى توقف القلب، واخوه عنده نفس المرض وقلبه وقف ومات، وقلنا له انت عندك استعداد ان قلبك يقف، فمحتاج نركب لك الجهاز بغض النظر عن الفلوس. هو العيان رفض مش مقتنع، وبعد فتره حصل ان القلب وقف وضايد. فالاجهزه دي موجوده وبتمنع توقف القلب، بس طبعا مش هنركبها بدون داعي، اصل مش لعبه هي. ان يعني انا لو عملت لك رسم قلب عادي دي اجراء بسيط، عملت لك موجات صوتيه اجراء بسيط، عملت لك رسم قلب بالمجهود، او عملت لك تسجيل نبض القلب 48 ساعه ده اجراء بسيط، انما عشان اركب جهاز صدمه كهربيه لازم طبقا لقوانين او قواعد او جايد لاينز، تعليمات العالم ماشي بيها، بحيث ان انا وانا في امريكا ما اقدرش اركب لعيان هذا الجهاز الا يبقى عندي دوكيومنت مستند ان عنده المرض الذي يؤدي الى توقف القلب ويستحق هذا الجهاز. فكل دي بريكوشنز، يا رب ما حدش يشوف حاجه وحشه لا ليه ولا لعيلته ولا لاي اصحابه، ويا رب ما تحصلش حكايه توقف القلب المفاجئ دهيت اللي للاسف الشديد عندنا في الفيسبوك، حتى في دكاترة مش بس عامة الناس، ويبقى الراجل لا عمره شرب سجاير ولا له كرش وملتزم
نمط الحياة الطبيعي اللي هو ما فيش أكل زيادة وما فيش سجاير، وفجأة نلاقي القلب وقف. فهو مرض منتشر، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم ويمنع عنكم كل حاجة وحشة. وأرجو ما يكونش المقالة فيها تخويف ولكن فيها توعية، وأتمنى لكم كل خير. سمير مرقص رفلة، أستاذ متفرغ قسم القلب جامعة الإسكندرية.